50 languages. 65. 65. Negation 2. النفي 2. النفي 2. Is the ring expensive? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ No, it costs only 100 euros. لا, يكلف 100 يورو فقط. لا, يكلف 100 يورو فقط. But I have only 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. Are you finished? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ No, not yet. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. But I'll be finished soon. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. Do you want some more soup? هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ No, I don't want any more. لا, لا أريد أكثر. لا, لا أريد أكثر. But another ice cream. لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. Have you lived here long? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ No, only for a month. لا, صار لي شهر واحد. لا, صار لي شهر واحد. But I already know a lot of people. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. Are you driving home tomorrow? هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ No. Only on the weekend. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. But I will be back on Sunday. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Is your daughter an adult? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ No, she is only 17. لا, هي الآن بلغت 17. لا, هي الآن بلغت 17. But she already has a boyfriend. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق.